يخبيك بالكذب يخبيك، اعمل شعري غيمي تطلع وتمحيك، وتروح الايام وترجع الايام وانت مخبى بقلبي وعيوني تحميك. نجمه لبنانيه من نجوم الزمن الجميل اللي كلنا بنشتاق له وبنحب اطلالتهم عبر الشاشه، النجمه هدى حداد. اهلا وسهلا فيك عبر اغاني اغاني. ساعديني كثير اليوم بوجودك وبتكريمك، انت من الناس اللي بيستحقوا هذا التكريم، وغيابك صار له فتره طويله. اول شيء خبريني قد ايه سعيده ومبسوطه بالتكريم. الحقيقه مبسوطه من كل قلبي، لانه جو كله مش بس فرح، محبه، وهيدي اللي اهم شيء. ان شاء الله كل الناس ما تعود تشوف هموم ولا القلق ولا الاحزان. قلبنا معكم، مع كل حزين ومع كل دمعة. مسيرتك الفنية مليئة بالنجاحات، مليئة بالتفوق، مليئة بالاشياء اللي كتير حلوة، ولكن غياب هيك عن الساحة، غياب حتى عن تكريمات، بعرف قد بترفضي اطلالات اعلامية، قد بترفضي تكريمات، قد بترفضي حتى عروض عمل له. برفض بالمعنى يعني انه المقابلات والهيدا، يمكن انا ما كتير بالحكي يعني، بس بقول انا الاعمال هي اللي بتخليني احكي، يعني هي بتكفي يعني انه يشوفوني الناس ويشوفوا انا شو. خبريني عن الست فيروز، باركت لك بالتكريم، بسطت انك عم تتكرمي، قلت لك رح احضرك اليوم. انه اكيد اي اكيد بتكون هلا عم تحضر وبعمل لها هيك. بدنا نسمع شيء كمان، نرجع بصوتك، معقول نرجع نشوف اغاني بصوت هدى حداد بالاسواق اللبنانيه؟ ان شاء الله في مشاريع ان شاء الله بهالشتويه نحضر عمل. النيه موجوده، بس اتركوا لنا بس بالنا يروق والدنيا تصير منيحة. أجواء العمل مع كاراكلا كيف عم بتكون؟ عبد الحليم إنسان منه هاوي يعني، بروفيسيونيل، وفرقته عظيمة وصيته متلى الدنيا يعني، وهو شغيل وساكنه القلق، معه ما بخاف.